المول. نروح المول؟ ايه سبحان الله، ذكرني بواحدة مسافرة. وبسم الله الرحمن الرحيم، الحين بيلعبون جولف، من متى الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم ومساكم بكل نايمين. نايمين يا جماعة. اليوم فعاليتنا أنهم هم اللي يطبخون. وش بتطبخون؟ بيض. بيض يا جماعة، خلاص إن شاء الله يومين بالكثير ويطلع لنا ريش. كل ما قلت لهم وش تاكلون على الصباح على الفطور تقولوا بيض بيض. فلغتنا الإشارة بتصير بقك بقك بقك. أوه ماي جاد يا بابا، يو دو مستيك يا بابا. أوه ماي جاد. يلا معلش يا بابا، الله يصلح. انا بسوي. انا قلت الحين عشان تعتمد على نفسك بعد يومين وثلاثه، ما قاعد افكر وش تاكل وش تبي. امكم لا تشوف المقطع ده. ها يلا يا سلام، شكرا يا سيري. ماما سفر كويس ولا ما في كويس؟ خلاص 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 يا اخي، خلاص خلاص يا اخوي مسلم، عوض الله منك. يلا بسم الله، يطلع لنا ريش اليوم. كل عام والمملكة العربية السعودية السعودية العظمى بكل خير وحب وسلام وأمان واطمئنان بمناسبة يوم التأسيس. بالأمس أنا لبست هذه بمناسبة يوم التأسيس، كذا تراث وما إلى ذلك، فسويت سنابات وهذا السناب شات حقي، تابعوني هناك. المهم قلت بشوف التعليقات، وكانت هذه غلطتي يا جماعة، حالة تنمر لم أرى لها من قبل يعني مثيل. واحد لا يا ابوي، انت مسخن، انت فيك حراره اليوم، تونا مسلمين. ان موكلي يتعاطى رائحه الاسفنج المحروق. المهم يا جماعه، واحد منهم كتب يعني ما ادري وش اقول، لكن بنقعد نقراها مع بعض بعد شوي. كتب اول مره اشوف مجلس يتكلم. يا جماعه والله العظيم اني جلست كذا فتره من الزمن قاعد اقراها، اقول ايش يقصد يعني مجلس يتكلم؟ بعدين كان يقصدني انا. خلينا الحين نشوف التنمر، الله يسامحكم بس. يلا قول بسم الله. يا سلام. بسم الله. ايوه ما بعد تاكل، بس يعني بسم الله لما تسوي الشيء بس. وهنا انا خوفتك انا. يس يا انا مشرف اليوم. ايه يلا حلوين، سلامات ابوي. يا سلام، شوفي اخوها ترى فطور وقاعد اهتم فيهم. يس وهذا انقلب ارنب فجاه. سامري على الصباح انت. يلا قول بسم الله. بسم الله. وش تبغى يا بابا، عسل؟ يسل ان هذا اسل؟ والله انت الاسل. ها آه سينمون، هذه قرفه يا جماعه. يلا امك اللي علمتك ادري. قول بسم الله. بسم الله. تعال تعال يا ابو شوشه. آه خلاص ما عاد في شوشه، ان شاء الله نسقيها مويه وتكبر باذن الله. انا اليوم يا جماعه بعطيكم التعليقات الناس اللي تنمروا علي عشان لبس يوم التاسيس، زين بعطيكم بالاسماء. لا والله الله يسامحكم وعلى قلبي زي العسل، بالعكس والله اني امس دمعت من الضحك. لكن انك تقول واحد اسمه بدر، بالله يا سيمي تقول عليه كذا، يقول وانا اقول فوطه المطبخ وينها؟ يا سيري تفهمي معه. واللي يقول لينو تقول كانها بيز. واحده كاتبه تقول انت مطقم مع خيمتنا. ليش يا جماعه؟ حلو حلو الخيمه، حلو يا شب الضو زي كذا. والثاني يقول حسبتك لابس سفره. سفرة رمضان. ها واحد كاتب صرت بيت متنقل، يا ويل حالي. والثالثة اوه هذه قوية، ارين تقول كأنها بلاط حوشنا. توني انتبه لها يا ارين، ما 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 يصلح ما يصلح يا جماعة. سلامات ابوي، جاك شيء؟ سامري وزار وكذا يا جماعة، نسأل الله السلامة. واحدة اسمها شوك كاتمة كأنها مخدة الملحق، انا ابد ما بين الملحق وخيمة وصيوان وما الى ذلك. واحد يقول بلوزتك كأنها كنب بيتنا. خلاص يا جماعة أنا أثاث مستعمل، يعني لما تشوفني تقول مرحبا بالأثاث المستعمل. واحد يقول أنت مفصل لبسك عند السنيدي، هذه قوية والله، السنيدي هذا حق الرحلات وبر وما إلى ذلك. واللي كاتب كأنك كمامة تكاية، كأنك لوجو يوم التأسيس. المهم يا جماعة طحنتوني أمس،
الله يسعدكم، يعني شيء جميل، افرحني. لا والله، والله العظيم اني امس مبسوط عليها وقاعد تضحك، ولازم يعني اعيد النظر في اللبس اللي البسه. بعد النادي صاروا تعبانين بالامس، فشفنا مقاطع حلوه تسوي رسم الحيوانات، واكيد تحب القطوه. كيف نرسم قطوه يا بابا؟ اسرع شيء، يلا مجودي. شوفوا يا جماعه 61، شوفوا يا جماعه 61 وتقدر تسوي قطوه. ها اول شيء يلا مجودي. ايوه we do a color. اوكي اسرع. Okay. ايوه and then نسوي با. اها اوكي then we do another one. بلوب. شو القطوه الخايسه دي بابا؟ هذا وحش. هذا مو وحش. وري مين بابا. شوف يلا حط. يا سلام عليك. Isn't it cute؟ بابا والله زومبي هذا. يا سلام عليك. يا سلام. I'm not very good at drawing. Try. تعال. Try يا بابا. شفتي يا جماعة؟ لحظة مجودي، لحظة لا تروح يا بابا. والله يا هو قطو شرير. أنا حاولت أرسمها زي عيالي، يعني بصراحة يعني في شبه 1% على الأقل. لا ما في. والله يا بابا سهلة. هي شوفي هي 61. نحط دائرة، بعدين هنا مستطيل صغير، بس عشان ماسك الكاميرا ما أقدر. زين خلنا بس عشان نضبط الكاميرا نحط كذا. والله يا رجله، هذا بابا مكسرت رجله وجبسناها في المستشفى، فمسكين تعور شوي. زين وش بالها، رجله الثانية صغرت. المهم يا جماعة، نحط هنا وبعدين كذا مثلث صغير وشوارب. لا والله يا جماعة، هذا سنجاب متنكر ولا قطو أم سنجاب؟ هذا مو شيء. بس حلو والله يا جماعة. أنا يا بابا تدري وش كنا نرسم إحنا في أيام الابتدائي؟ أنا أقول لك، كنا نرسم بعدين نهر، بعدين شمس، بس بعدين نسوي رقم 7 لأنه طير. فهمتي شيء؟ ما هذا سحر يا بابا، طلاسم. كيف هذا سحر؟ مقصد صدقيني حتى أنا ما أعرف، بس الله يسامح المدرسين وقتها. ها وشو؟ القطو؟ قلب يا بابا. هذا قطو عليه قضايا يا بابا، هذا مطلوب امنيا. بس يا بابا نايس كات، اي لاف ات. جاهزين؟ يلا اكيد. اوكي يلا يا جماعه. ها انا اكلهم العبهم كل شيء. اوه مين اللي سواها؟ طيب انتوا طلبتوا مع بعض. انا تراي. ما شاء الله عليك. ها اخر واحده. يا سلام. ما شاء الله عليك، ما شاء الله. مجودي وين حالي؟ تعال بخليك. تعال بابا. ايوه ما غير. لازم اتعبهم عشان ما يجي الساعه 8-9 اللي هم نايمين. ها ما عليكم من الحوسه هناك يا جماعه. خلاص مخلن صار. خلاص تعال طلع القطو حقك. شوفوا يا جماعه رسم قطو ثاني. هذا مطلوب دوليا الان، هذا محليا وذاك دوليا. ايه ناس في لندن وناس قاعده. والله يا جماعه الحمد لله. عادي يا جماعه، عادي اني ارى مقعدي في الجنه. والله تحيه لكل اب وام واخت كبيره بالذات. صابرين؟ مين صابرين هذا؟ ما اعرف. عموما ماجورين يا جماعه. طاقه يا جماعه، طاقه عندهم. طاقه لازم يخلصونها تقريبا باذن الله تعالى كلها 3-4 ساعات، ووديهم النادي اطحنهم طحنه هناك عشان خلاص يجونهم مدوخين. وباذن الله تعالى بنصور ليوم التاسيس في القريه العالميه في الجناح السعودي باذن الله. نشوف الفعاليات والاحتفالات. خلصتوا؟ لا. يلا تعالوا في نهاية هذا الفيديو. يلا ها تعالوا. فايدة. خلاص. عموما في نهاية هذا الفيديو لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب، واهم شيء السبسكرايب. باي. أوو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 و
عشان لا يطيح الكاميرا، شفتوا امس كيف طيحها الله يسامحه؟